الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية وفق التخطيط الزمني والإنشائي. البرلمان التونسي يواصل جلسة مساءلة الغنوشي واتهامات لحركة النهضة بدعم الإرهاب. تجدد الاحتجاجات المنددة بالعنصرية في العاصمة الأمريكية واشنطن. الثانية صباحاً، 12 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفق التخطيط الزمني والإنشائي الذي تم إقراره، والالتزام التام بكافة التدابير الاحترازية للوقاية الصحية والحفاظ على سلامة العاملين بالمواقع. كما وجه الرئيس بتنفيذ المشروعات القومية بأحدث المعايير العالمية لتجسد صورة الدولة المصرية الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة، لاستعراض الموقف الإنشائي لمركز مصر الثقافية الإسلامي ومسجد مصر والنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك عدد من مشروعات تطوير محاور وطرق القاهرة. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1079 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و36 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى الآن إلى 28615 و1088 حالة وفاة. وأضاف بيان الوزارة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي. كما أعلن البيان ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 8371 حالة. شدد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإيطالي لوجي دي مايو على أهمية دفع مسار التوصل للتسوية السياسية الشاملة للأزمة بين الأطراف الليبية ورفض التدخلات الخارجية هناك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين لبحث العديد من ملفات التعاون الثنائي والتطورات على الساحة الإقليمية، ومن بينها آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين توافقا على أهمية تنفيذ عملية المراقبة الأوروبية إيريني مع الاحترام الكامل للاعتبارات المتعلقة بسيادة الدول ووفقا للولاية المنوطة بها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتصدي لعمليات نقل العناصر الإرهابية والمقاتلين وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية في ليبيا. يواصل البرلمان التونسي جلسة محاسبة رئيسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة بشأن تحركاته الخارجية مع حكومة السراج في ليبيا وأردوغان في تركيا، وسط مطالب برلمانية بسحب الثقة منه. وشهدت الجلسة انتقادات لتدخلات الغنوشي في الملف الليبي، وقالت رئيسة كتلة الدستورية الحرة النائبة عبير موسى إن مطلب تنحي الغنوشي أصبح شعبيا ولا يتوقف فقط على الكتل البرلمانية، مشددة على ضرورة محاكمة قيادات حركة النهضة بتهمة الإرهاب. وأكدت عبير موسى أن حركة النهضة تخالف الدستور التونسي الذي أكد على مدنية الدولة. تجددت الاحتجاجات في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث شارك آلاف المتظاهرين في الاحتجاجات بمحيط البيت الأبيض. وتشهد المدن الأمريكية ومن بينها العاصمة واشنطن احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية والتي أشعلها مقتل جورج فلويد.
انتهى الموجز الإخباري، ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.